وأما الأصل الرابع فهو الحذر من البدع، لأن البدع يا إخوة تميت السنن، وخيرنا في السنة، ما أحييت بدعة إلا أماتت سنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا بليغا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مهما حسنت النيات. فالعبرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أولئك الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، وقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. لا شك يا إخوة أن نياتهم حسنة، من أشرف النيات، لكن ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس